صايم بالله ما شاء الله. حلويات الغلة يا رجالة، بسم الله الله أكبر. المثل الصيني الشهير بيقول لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد. ده هدفي من القناة، ان انا اقدم محتوى مفيد يساعد حضرتك ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك وتصطاد بطريقة صحيحة تمكنك من صيد احجام كويسة وكميات كويسة. ده هدفنا ان شاء الله من القناة، مكملين في سلسلة تعليم صيد الغلة. فيديو النهاردة عن السن او السنار الصحيح او المناسب لصيد الغلة. هتركز على ثلاث نقط لازم تركز عليهم. اول نقطة يا جماعة، مواصفات الصنارة. صنارة الغلة لازم تكون صنارة سلكة رفيعة مش محملة، سلكة تكون خفيفة ورفيعة بس ما تتفردش. يبقى انت تركز وانت بتصطاد، الله المستعان، وانت بتختار صنارة الغلة تختار صنارة تكون سلكة رفيعة خفيفة وتراعي ان هي ما تكونش بتتفرد. تاني حاجة، نوع الصنارة غالبا في معظم الميات بيبقى لونها عسلي، لون الصنارة عسلي. تالت حاجة، الصنار تجيبه نوع لطش، يبقى هتجيب سلكة رفيعة لون عسلي تكون لطش او ملوي، بس يفضل ان هو يكون لطش او ملوي شغال برضه. تمام، ده بالنسبة لنوع المواصفات الصنار. تاني حاجة، مقاس الصنارة ده بقى اللي فيه يعني ايه كلام كتير وعك كتير بيحصل. صنارة الغلة يا جماعة ما ينفعش تكون صنارة صغيرة، بدأ معاك موسم الغلة، بدأ معاك شهر 6، اوتوماتيك حط صنارة واحد. عملت دور ولقيت الدور مسمى مجمع سمك كتير قدام منك على المراية وفي كميات سمك قدام منك كتيرة، ممكن تشتغل بزيرو واحد وزيرو اتنين. صنارة الغلة ما ينفعش 5 و6 و7 والكلام اللي بيطلع الناس تقوله ده. صنارة الغلة لازم تكون صنارة كبيرة. ايه العلة يا عم مش كبيرة وخلاص؟ هقول لحضرتك. بص يا محمد، بص يا جماعة، دي سمكة اهي، تمام؟ قربت كده، استنى يا محمد. بص يا جماعة، الصنارة دي لما تيجي سمكة كبيرة شوية ذكر محترم شوية بيشكها، تمام؟ لو صنارة صغيرة بيعمل ايه؟ بيجي في اللحمية اللي في بق السمكة هنا ويشبك ورجع ياخد حتة اللحمة وطالع. ده لو صنارة صغيرة، أو بيطلع من بق السمكة كده على طول من غير ما يمسك فيها. لكن الصنارة الكبيرة هتلاقيه معشق كده ومعدي من الجنب التاني واتعارك في المية يومين، تمام؟ هتلاقيه عدت بنفس المنظر ده كده، شايف معلقة ازاي؟ من تحت أو من فوق، هتلاقيه كسر العظمة دي كده ومعشق وشغال معاك، اتعارك يومين في المية. لكن لو صنارة صغيرة هتفرغ منك سمك كبير. وتاني حاجة دي اللي أنا بقولها، إن الصنارة الكبيرة يا جماعة هتديلك سمك لطش كتير. بحكم خبرتي في الصيد، الصنارة الكبيرة هتمسكك سمك لطش كتير. ناس كتير بتصور في فيديوهات بتلاقي واخد سمكة سمكتين ويقولك دي طالعة لطش. لا، مش جاية بالبركة كده، لا، انت عامل دور في كميات سمك تحت، ترامي وسط كميات سمك لو انت مزفر صح ومحضر السمكة في الدور صح، بيبقى ما شاء الله في سمك كتير. فانت لو حاطط صنارة كبيرة بتبقى انت ايه فرصتك انك تاخد من اللطش ده كتير. يعني انا ببقى شغال بيجي عليا وقت في الموسم ما بشتغلش بغل التطعيم خالص، بطلع بروح جايب الصنارة اللي انت شايفها دي كده او 0-1 او 0-2 وبشتغل لطش، بشتغل على السمك ده لطش. يعني انا بقالي شهر مثلا بطلع اهو عمال بصفر، كل ده السمك بيجمع معايا.
السمك حضر معاك على المراية قدام منك هنا، وعرفت تحضره في الدور بكميات. هنا بقى انت العب براحتك، لازم صنارتين كبار، لازم صنارتين كبار. واقول لحضرتك على معلومة ما يعرفهاش غير صيادين الغلة، لازم تبقى فاهمها. لو فهمتها هتعرف ان حجم الصنار ما بيفرقش في اكل السمكة في حاجة. سمكة الغلة يا جماعة ما بتبلعش السلاح، سمكة الغلة بتمسك الغلاية من على حرف، من على حرف الحربة كده، تيجي وتروح جاية ماسكة الغلاية من على الحرف. ثواني كده يا محمد عشان الناس تفهم. بص انت شكيت الغلاية كده اهي، واضحة؟ السمكة ما بتخشش تبلع، ما بتخشش تبلع السلاح. لو بتخش تبلع السلاح يبقى الصنارة دي كبيرة، لكن هي بتخش ايه؟ بتمسك الغلاية كده مع حرف الحربة. فانت لو حطيت 01 و02 مش هيزعل السمكة في حاجة، ومش هيخيل السمكة في حاجة. الناس لو فهمت النقطة دي يا جماعة مش هيروح يصطاد بصنارة 10 و12 و7 والحاجات الحاجات اللي الواحد بيشوفها. صنارة الغلة دي لازم تكون صنارة كبيرة عشان تشتغل صح. ده كده بص السلاحين كده جنب بعض يا جماعة اهو، ويا سلام لو 01 او 02 دول كده جنب بعض وانت بتصطاد، لو ما خدتش هيخليك بتخبط في سمك لطش كأنك معلق شليت، يبقى هتاخدها لطش وهتاخدها واكلة. الكلام ده يا جماعة الناس اللي بقى اكتر من 25 سنة بصطاد، ومش هقول انا عبقري، لا انا اتعلمته من ناس صيادين غلة صح. فاللي فهمان غلة لازم هيقولك اللي انا بقوله لك ده، صنارة الغلة ما ينفعش تكون صنارة صغيرة. نفهم هنستريح وان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنمسكه سمك. وتالت حاجة واخيرة بس دي اعمل لها فيديو لوحدها، صنارة الغلة لازم تكون مربوطة صح، لازم تكون مربوطة صح. ان شاء الله هعمل لكم فيديو اوضح لكم طريقة ربط الصنارة وربط الشليت. ده انا بعمل شليت من الصنارة دي، ما بشتروش جاهز. شايفين يا جماعة الصنار واقف ازاي؟ هات كده يا محمد معلش. بص يا جماعة لازم تكون الصنارة واقفة كده، لما تيجي السمكة تيجي تمسكها من على حرف الحربة من هنا يروح جاي مشعلق في بقها من فوق، ما يطلعش من الجنب. لازم تكون الصنارة رابطها بأي طريقة زي ما انت عايز، بس الصنارة لازم تكون واقفة بنفس المنظر ده كده. شايف الصنارتين واقفين ازاي؟ الحاجات دي عليها عامل كبير، ده اللي بيفرق الصياد عن صياد. لازم السلاحين يكونوا مربوطين كده، الصنارة واقفة، ما ينفعش تبقى مايلة بالجنب كده، لازم الصنارة تكون واقفة. وان شاء الله هعمل لكم فيديو ان ربنا قدر كده ان شاء الله اخر النهار وانا مروح هعمل لكم فيديو ازاي تربط السلاحين بنفس المنظر ده كده، وازاي تعمل من دول شليت، لان هيجي وقت في الموسم انا بشتغل لطش، لان ما شاء الله بمسك بيه سمك. بيبقى السمك خلاص الدور ده بيبقى فيه لحم تحت، بيبقى فيه كميات سمك لحم واقف تحت مني، تحط تحت منه شلتين تربطهم بنفس المنظر ده كده، وبتعملهم بطريقه معينه بحيث السمكه تقف فوق الشليت مش مفزعه ولا شايفه خيط ولا حاجه. وحاجه اخيره يا جماعه معلش طولت عليكم، الصناره دي اللي يجي يقول لك اسرق السمكه او خفها عشان السمكه بتاكل بخبز، لا، صناره ما بتخيلش السمكه. اللي بيخيل السمكه حاجتين، الخيط والفله او الريشه لو الميه كاشفه. لو الميه كاشفه اللي بيخيل السمكه الخيط والريشة. سمكة البولتي انت لو خدت بالك منها راسها دايما لفوق، دايما راسها لفوق، ما بتقلقش من اللي نايم على الارض تحت. الصنارة كبرها ما بيخيلش السمك. نركز في الكلام ده عشان الكلام ده هو اللي بيفرق، بيخليك ازاي تمسك سمك. وان شاء الله هعمل فيديو للموضوع اللي كل الناس بتتكلم فيه، ان السمكة بتطلع تاخد الغلة وما بتاخدش الغليتين اللي في السلاح. ده برضه ليه سبب وليه علاج، ولازم تشغل دماغك وايه على الميه وانت قاعد. فان شاء الله برضه هعمل لكم فيديوهات عن سمكه المرايه ازاي تاخدها. وادعوا لنا ان شاء الله النهارده 23/5 ربنا رزقنا بحاجه هصورها لكم ان شاء الله، وتابعوا تسلسل الفيديوهات عشان كل وقت في الموسم يبقى ليه شغله وليه ظروفه. انا لحد الان ما صورتلكش سمك من على المرايه. ان شاء الله يجي شهر 6 والموسم يشتغل صح، هبتدي بقى افرجك السمك اللي واقف تحت عامل ان شاء الله.
ما شاء الله يا جماعه، اول سمكه في طلعت النهارده. سبحان الله، ربنا مقدر. انا طالع اتكلم عن الصناره، ركز كده يا جماعه. السمكه جايه لطش، والله العظيم هي قدرا طالعه لطش. صناره كبيره، صيد الغلة لازم صنارة كبيرة، والله العظيم. أنا بقالي أكتر من 25 سنة بصطاد، الكلام ده عن تجربة. ولو جربت مش هتخسر حاجة، بس لو جربت ولقيت اللي بقولك عليه ده، ما تنسناش من الدعاء بظهر الغيب. بس يا صايم، بسم الله ما شاء الله، حلويات الغلة يا رجالة، بسم الله الله أكبر. ألعب معاك؟ بسم الله. تعال يا صايع، تعال. ها يا مجرم، يا مجرم يا عزيز الاجرام. بسم الله ما شاء الله، حلويات يا رجاله. بسم الله الله اكبر، هذا الصايع ده. بسم الله ما شاء الله. هات كده قرب الصناره محمد، والله العظيم لسه مقتنع. بص الصناره معديه ازاي، مش كلام كده والله. اللي جاي احسن ان شاء الله. ما شاء الله، صبح على البرازر اخويا هاني من ليبيا، واقول له العده مستعده والكينج مستنيك. ما شاء الله تبارك الرحمن، مستنيك يا برازر. بسم الله ما شاء الله، اثبت يا بسم الله ما شاء الله. تعال يا حلو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهدى يا واد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. اول استفتاح يا رجاله، بسم الله ما شاء الله. حلويات الغلب، صنارة واحد يا رجاله.